ولسه مكملين معاكم فقرتنا من مهارات عظيمة، ووصلنا للفقرة الطبية. لما حد بيزيد في الوزن ويقرر خلاص انه هيعمل دايت، خصوصا لو الدايت ده هيعمله من غير ما يلجأ لأي دكتور، وانه هيعتمد على انه يدور على طريقة تنزله في الوزن بكميات كبيرة وفي وقت قياسي، سواء بقى الطريقة دي هياخدها من جوجل او من تجربة ناس صحابه او من بعض معتقداته اللي فاكر ان دي ممكن تساعده على نزول الوزن، لكن الحقيقة انه بيبدأ من غير ما ياخد باله يقع في بعض الاخطاء اللي فاكر انها صحية للأسف وسليمة، وهي في حقيقة سبب رئيسي في عدم الانقاص الصحي للوزن. احنا النهاردة في فقرتنا هنجمع أشهر خرافات النزول في الوزن المنتشرة بين شريحة كبيرة جدا مننا. مش بس كده، احنا كمان هنعرف ازاي نخس بشكل صحي وآمن. كل ده وأكتر مع ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو، دكتور ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور ريهام. أهلا بيك يا شيخ، شرفاني منوراني النهاردة. حبيبتي ربنا يخليك، الشرف ليا أكيد. طبعا أنت خير ومثال للوزن المثالي. والكلام عن التغذية الصحية وأسلوب الحياة اللي احنا يعني كلنا أكيد محتاجين إن احنا نخلي بالنا منه، ولو احنا يعني وقعنا في أخطاء نقول لأولادنا ما يقعوش في الأخطاء دي، خصوصا في العمر الصغير في ظل الأوقات الصعبة اللي احنا عايشينها اللي فيها دايما السرعة في كل حاجة، فاست فود بقى ومشروبات غازية وحاجات كتير ما بقتش أصبحت صحية زي الأول. مظبوط. هبدا اسالك اول سؤال تقليدي، انا دلوقتي واحده اهو قدام المشاهدين، ازاي استشعر ان انا اولا وزني زاد؟ احسب ازاي واعرف انا محتاجه اخس قد ايه لو انا استشعرت ده؟ طيب انا هستشعر الاول في هدومي في مقاساتي. اكيد، عشان احنا عايزين شويه نغير الفكره بتاعه انه الميزان هو اهم حاجه. اوكي، لانه في ناس بيبقى شكل جسمها حلو جدا بس تطلع على الميزان تحس ان هي زايده، في فرق. فتبتدي تشوف ان هي مليانه. اوكي، وفي ناس بتبتدي تعمل دايت مثلا معينه وتقيس الميزان بتاعها فتلاقي فروقات بسيطه فتحبط رغم ان هي شكل جسمها باين عليه جدا. وفي ناس ما بتحبش تطلع الميزان خالص. بالظبط، دول احسن حاجه، دول اريح حاجه. اهم حاجه مقاساتي، لانه انا جسمي بيكون من ثلاث حاجات: دهون وعضلات وميه. كويس. انا المفروض عشان ابقى شكل جسمي مظبوط وصحي وتوند، يعني موحد كده او متناسق او مشدود، المفروض ان انا بخس دهون، وقصاد الدهون اللي انا بخسها دي بزيد كتله عضليه، لان هي دي مسؤوله عن الحرق بتاعي، وهي دي اللي مسؤوله عن ان انا جسمي يبقى مشدود. مشدود، مظبوط. وفي نفس الوقت بزيد ميه، لانه 80% من العضلات بتاعتي ميه، وانا جسمي 70% منه ميه. فانا لما هخس مثلا كيلو دهون وقصاد ما هزيد نص كيلو عضلات على نص لتر ميه، فهلاقي ان انا في الاخر الميزان بتاعي واحد، يعني انا طالع على الميزان نفس الكلام. أوكي. بس كيلو الدهون دول حبه كتير، يعني هم حبه قد كده، ونص كيلو العضلات دي حته قد كده، صغيره. فتخيلي ان انا بخس حبه قد كده قصاد ما انا بزيد حته قد كده، ففي فرق طبعا على شكل جسمي. بس اطلع على الميزان الاقي ان انا ثابت، فيجي لي احباط فما كملش الدايت، فاقول لا ده انا الجا بقى لطرق غير صحيه. تمام. في حاجه كمان، في مؤشر كتلة الجسم، حاجة اسمها بادي ماس اندكس. أيوة. البادي ماس اندكس دي بتبان اصلا في الان بودي، يعني أوكي. انا ممكن بعيد عن الحسابات، في اجهزة دلوقتي بتقيسها كمان. بالظبط، جهاز اللي هو القياسات بتاعة الدهون والعضلات والمية، اللي هو جهاز الان بودي. أيوة. انا بقيس بيطلع لي بادي ماس اندكس بتاعتي قد ايه. طيب أوكي. انا مش عارف ان انا اقيسها، احنا هنقول حاجة بسيطة قوي. أيوة. انا باخد الوزن بتاعي، وزني بقسمه على مربع الطول بالمتر. أوكي. مش بالسنتيمتر. اوكي، بيطلع لي رقم، الرقم ده انا ببتدي اشوف هو على السكيل رايح فين. لو احنا تحت ال 15 يبقى احنا كده اندر ويت، او عندنا نحافه، او محتاجين نزيد في الوزن. تمام. لو انا من 15 لحد 20 او بوصل كمان ل 25 يبقى انا اوكي، ده نورمال جدا. اوكي. ستارتنج من 24 او 25 لحد 30 ببقى اوفر ويت. اوفر ويت، وبعد كده اوفر اوبيس. وبعد كده بعد ال 30 ممكن اخش بقى ايه في الاوبيس. المشكله بقى في الاوفر ويت، انه ساعات الناس اللي بتتمرن اللي هي بتزيد عضلات بيبقى كده كده وزنها زياده شويه. أوكي. بالذات للرجاله. للرجال، ايوه، الكتله العضليه عندهم بالظبط اكبر من بكتير.
فتطلع البادي ماس اندكس بتاعتي ان هي كتير او ان هي في الاوفر ويت. هل معنى كده ان انا محتاج اخس؟ لا، انا ببص بقى على حاجتين مهمين. ايه هما بقى؟ الكتله العضليه بتاعتي قد ايه ونسبه الدهون بتاعتي قد ايه. بالنسبه للبنات نسبه الدهون الطبيعيه من 18 ل 28 او 30 كويس. ده الرينج اللي انا طول ما انا فيه انا تمام، ما عنديش مشكله حتى كويس. لو البادي ماس اندكس بتاعتي عالي. اوكي. وبالنسبه للرجاله من 10 ل 20 كويس. ده برضو الرينج اللي احنا بنلعب فيه. الماسل ماس بتختلف بقى شويه على حسب العمر وعلى حسب الوزن. طب خليني اسالك كده حاجه مهمه برضو نقولها للناس اللي في البيت بيفهموها ببساطه. انا ليا كام يعني اكل وجبتي؟ انا على مدار اليوم كله باكل وجبات كتير. كم سعر ليا في اليوم العب فيهم واعرف قد ايه نسبه البروتين ونسبه النشويات بحاجه بسيطه؟ طيب هو عامه الكالوريز بتتحدد على حسب الهدف بتاعي وعلى حسب الوزن بتاعي وعلى حسب الليفل اوف اكتيفيتي بتاعي. أوكي. يعني انا واحده عايزه احافظ على وزني بس مش بلعب رياضه بس ممكن امشي انا هدي مينيمم. أيوة. لكن انا ما ينفعش اقول يعني مثلا انا لو شايفه حضرتك كده ما ينفعش اقول انت ليكي كام كالوري. أوكي. بس ينفع اقول لك ان انت لو انت ما بتتمرنيش ما ينفعش تقلي عن 1200. أوكي. لو انت بتتمرني ما ينفعش تقلي عن 1500. حلوة. بالنسبه للرجاله لو مش بيتمرن مينيمم بتاعه 1500 ولو بيتمرن المينيمم بتاعه 1800. كويس. السعرات بقى نحسبها ازاي؟ دي بقى اكوردنج للان بادي اللي طالع، اكوردنج للهدف بتاعي. للجهاز هيقيس ويطلع لي وبناء عليه انا هعرف اخد قد كده. هنقدر أوكي. نحسب السعرات اللي محتاجها. هايل. طيب احنا قلنا بقى في اخطاء شائعه فظيعه. تمام. للسمنه اتفضلي لو عايزه تقولي حاجه. كنت عايزه اقول على توزيع الماكروز نفسها قولي. او البروتينز والكربوهيدرات. أيوة. والدهون، لانه برضو السعرات هي مهمه بس هي مش اهم حاجه. أوكي. هو اهم حاجه اللي انت بتاكله في خلال سعراتك. انا كويس. ممكن اكون باكل اكل هيلثي وما اخسش عليه. وممكن اكل اكل غير صحي يعني ان هيلثي وذن الكالوريز بتاعتي واخس او اقل من الكالوريز. اوكي. بس هنا احنا عندنا موضوع زي انظمه نظام معين من انظمه الدايت. بالزبط. زي مثلا الكيتو دايت مثلا. أوه. الكيتو دايت لو اتعمل مظبوط هيبقى اقرب للهيلثي. اوكي. بس لو اتعمل مظبوط، لان احنا في مصر ما بنعملوش مظبوط خالص. الكيتو دايت المفروض انه 70% من الدهون اللي موجوده اللي هم اصلا بيبقوا 75% يبقى دهون صحيه، دهون غير مشبعه. أوكي. احنا هنا بنعتمد الاعتماد الكلي على الدهون المشبعه اللي هي الزبده والحاجات اللي هي فيها دسم كتير والمقليات وبتاع. أوكي. الحاجات دي في تصنيفها كدهون هي مش اللي هي مضره قوي، مش المصدر الرئيسي اللي المفروض ناخده منه. بالظبط. مصدر الحيوان الرئيسي اللي المفروض ان هي تبقى دهون صحيه زي زيت الزيتون، زي الافوكادو، زي السالمون. أيوة. زي الاسماك البحريه معظمها، زي أيوة. السيدز، البذور بتاعت الشيا وبذور الكتان. دي اصح دهون. اصل احنا الدهون متقسمه عندنا ثلاث حاجات، دهون مهدرجه او المتحوله. صحيح. اللي هي طبعا مضره. المتحوله دي بتحصل في النص ما بين الليكويد لما نحوله لحاجه صلبه وبعدين نرجعه تاني للقوام فبيحصل. دي طبعا موجوده في الزيوت والسمنه المهدرجه والنباتيه والحاجات دي، واحنا أوكي. دايما بننصح انه محدش يستخدمها. وفي عندنا دهون مشبعه ودي شويه صحيه بس ليها اضرار، لان أوكي. هي الزياده منها ممكن تعملي كوليسترول. أوكي. وفي الدهون الصحيه اللي هي ما فيش فيها اي مشكله خالص، بالعكس دي بتساعد على الحرق وبتظبط حساسيه الانسولين ومفيده جدا للدماغ والقلب وصحه الجسم والعظم. فدي الكيتو لازم يكون اغلبيته من دي. أوكي. الحقيقه ان احنا بنعمله غلط تماما، عشان كده بنلاقي الناس عندها مشاكل في الكبد ومشاكل في الكلى ومشاكل في كوليسترول ومشاكل في ضغط الدم، فاحنا بنعمل غلط. طيب انا اصلا مع الكيتو ولا مش مع الكيتو؟ انا ضد اي نظام غذائي بيشيل عنصر معين العنصر ده الجسم بيكون محتاجه اللي هو الكربوهيدرات، لان هي دي مصدر الطاقه الطبيعي في جسم البني ادم. وفي ناس بتحتاج نسبه كبيره منه. بالظبط كده. بالذات الاطفال وبالذات الناس الرياضيين. تمام. لازم ان هو اعتمادهم اكبر بيبقى على الكربوهيدرات. اوكي. فلازم نركز على المصادر الاساسيه الصحيه المظبوطه. بالظبط كده. طيب هنتكلم عن اخطاء شائعه ممكن تبقى عند بعض الناس، يعني مثلا اقول ايه، انا مش هلجا لاي حاجه اخدها اشربها تساعد ان انا انزل، بخاف انا واحده مش عارفه ده حقيقي ولا لا، او هاخد اقراص تساعد في التخسيس وممكن اكون انا جسمي محتاج ان ينزل كميه نسبه كبيره منه وزن كبير منه ومش عارفه احقق ده ازاي. عايزين نصح بقى الجزئيه دي وكلمينا عنها بجد، يعني بجد صح الناس تفهمها صح.
ايه الغلط فيها وايه اللي كويس منها؟ انا بشوف ناس كتير اللي هي بتبتدي تقول انا حرقي قليل، انا حاسه ان انا الدنيا مش متظبطه معايا، انا بعمل دايت وما بخسش، فبتبتدي تلجا لحاجات تخسسها بسرعه. عندنا بقى في الماركت حاجات كتير قوي. انا ايه افضلهم ازاي تخسس بسرعه؟ حلو. بس كل الحاجات اللي بتخسس بسرعه بتجيب نتيجه عكسيه وبتاثر لي على الصحه. عشان كده دايما احنا بنلجا للحاجات الطبيعيه. أيوة. الحاجات الطبيعيه تاثيرها بيكون مش زي طبعا الحاجات اللي فيها كيميكلز في النزول في الوزن، بس بتديني نتائج مظبوطه على مدى طويل ومش بتاثر على صحتي بالسلب. آمنة. بالعكس. بالظبط كده. دايما الحاجات اللي هي بتبقى طبيعيه او امنه بتعمل لي نتائج بس بتاخد وقت، فانا كويس. لازم ابقى فاهم كده كويس. من احسن الحاجات اللي دلوقتي موجوده في الماركت هو بيستا. أوكي. بيستا هو منتج بيحتوي على الشاشه اهو. بالظبط. بيحتوي على ثلاث مكونات. هي. اشهرهم الالياف. أوكي. الالياف دي بتعمل ايه؟ بتخش جوه المعده، بتمتص الميه اللي موجوده في معدتي، فبتاخد حيز كبير شويه. كويس. فانا لو شخص باكل بكميات كبيره مش قادر اقلل الكميه. طبعا مش قادر اقلل الكميه بتاعتي، عندي كريفنجز او اللي هو الشراهه في الاكل شويه. الاكل بالذات النشويات او بالذات السكريات هو هيقفل معايا كل ده. فالناس اللي بتشتكي اللي هو انا بعمل دايت مثلا ومحروم من حاجات معينه او مش عارف اخد الخطوه بتاعت الدايت عشان حاسس ان انا مش هاكل اي حاجه، لا انت تقدر تاكل كل حاجه. طبعا بتبقى ال 80% بتبقى صحيه وال 20% لو نفسي في اي حاجه باكلها مع مساعده بيستا طبعا، لان هو مش بس الياف. يعني الالياف اللي فيه عندنا الكشور بتاعه السيليا وعندنا رده القمح وعندنا الشوفان، ودول مصدر الياف قوي جدا والتركيز بتاعها 6 جرام. الحاجة التانية اللي موجودة اللي هو الكروميوم. الكروميوم معدن مهم جدا في حرق النشويات وتظبيط حساسية الإنسولين اللي هي أصلا الهرمون اللي مسؤول عن الحرق الجسمي وتخزين الدهون في جسم. فأنا بقفل الشهية، بتحكم في الكمية بتاعتي، باكل الحاجة ومش محروم، وفي نفس الوقت حاجات طبيعية وآمنة. لو في حاجة أكلتها زيادة شوية هو هيساعدني على الحرق بتاعها. وكمان في فيتامين سي بتركيز 30 ميلي جرام. فيتامين سي كلنا عارفينه وقد إيه مهم للبشرة عشان تحفيز الكولاجين ومهم للمناعة وامتصاص الحديد والحاجات دي كلها. بالظبط كده. بس ليتست ستاديز لقت إن هو ليه دور كبير قوي في الفات أوكسيديشن. ياه، دي الدراسات الأخيرة بقى. بالظبط كده، آخر دراسات لقت إن هو ليه دور في الحرق بتاع الدهون. الدراسة كانت معمولة انه الناس بتاخد الديلي دوز بتاعتها على مدار 3 شهور، لقوا ان هو نسبة الدهون بتزيد، يعني حرقها بنسبة 30%. هايل. فانا عندي حرق للدهون، عندي حرق للنشويات، عندي تقليل كريفنجز وتقليل كميات واكل بكمية قليلة عشان برضو اعمل عجز سعرات يخلي جسمي يحرق من الدهون واسرع ويبقى اسرع، احس نتيجة احسن. بالظبط. ما هو عامل مساعد، هو بيحفز معايا الحرق وبيساعدني في حل مشاكل كتير موجودة عندي في الدايت جنب النظام الغذائي بتاعي. فليت سي لو انا مثلا بخس المعدل الطبيعي بتاعي من نص كيلو لكيلو في الاسبوع، لا هو هيساعدني بنسبه مثلا 25% 30% ان انا المعدل ده يزيد. احنا معانا تقرير، معانا حاله بالفعل نزلت على بيستا، واسمحي لنا هنعرضها طبعا. ونرجع نستكمل حديثنا معاك يا دكتور ريهام. هنشوف الحاله اللي معانا. اعتقد معانا ايه مرت برضو بتجربه كده مع بيستا. خلينا نشوف تجربه ايه كانت ايه ونستكمل حديثنا مع دكتور ريهام العرق. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ. يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه. كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا.
ورجعنا لحضراتكم بعد التقرير. طبعا كل واحد ليه تجربته اكيد. صح. هي يمكن وزنها كان الفرق مش كبير قوي يعني كوزن، بس هي واضح ان هي كان عندها اراده قويه انها توصل في الوقت ده وقدرت الحمد لله. السؤال بقى اللي ممكن تساله اي سيده دلوقتي بتشوفنا، يقول طب ما انا ممكن اعمل يعني اخد انا الدقيق الشوفان واعمل الحاجات بالرده، ما ينفعش احنا نعمل ده في البيت؟ صح، ينفع. ما احنا عايزين ندخلهم في نظامنا الغذائي، ما اختلفناش، بس انا دلوقتي عشان اخد الحاجه دي تبقى مركزه وتعمل الايفكت ده، السعرات بتاعتي هتبقى كتير قوي. اوكي، يعني انا عشان الشوفان يقفل لي نفسي شويه لازم اخد حبه شويه حلوين منه، يعني بالظبط حاجه 3 معالق، والثلاث معالق دول هحط عليهم شويه لبن اكيد، واحط مثلا فاكهه او احط مكسرات، فانا بقى عندي وجبه مثلا دخلت في 350 سعر. فانا ليه وانا اصلا الباكت ما يكملش 20 سعر وفي شوفان وفي رده وفي سيلي؟ واضح ان طعمه كمان مستصاغ طعمه عن اللي احنا متعودين عليه، كاني بشرب عصير. الحاجه الثانيه الرده والسيليوم هيقفلوا الشهية. وزمان الناس كانت بتجيب تحط معلقة على الزبادي او المية، بس الحقيقة طعمه سيء جدا، ومش كل يعني حد هيقدر يستصيغه بالشكل ده كده او يستمر عليه لفترة يعني طويلة. هي حتى لما اتكلمت قالت ان انا الطعم ما كانش عندي فيه مشكلة، دايما الناس الحاجات الساشتس او الباودر بيسألوا طعمه حلو ولا وحش. صحيح، بالظبط كده. طيب احنا بقى يعني نتيجة بعد ما بناخد بقى ونخس بيبقى في مشكلة تانية بتواجهها البنات والسيدات، بيتبان عليهم اكتر من الرجال. يمكن الرجال بيبقى عندهم عضلات بيعرفوا يظبطوا امورهم، البنات بتبدا باهالات سودة، شعر شويه بيتاثر، ضوافر بتتاثر، البشره بتبقى شحبه، فاللي يشوفها يقول لك انت عامله دايت، انت خاسه. يعني الملف الصعب، بس اني واي ده بيحصل غصب عننا. في ناس بتتاثر قوي، في ناس ما بيبانش عليها قوي، في ناس شويه بتبقى حاطه ده في الاعتبار. انا المفروض وانا بعمل بقى الكورس بتاعي وباخد بيستا، المفروض ان انا اخلي بالي من ايه؟ هل انا المفروض ادعم بحاجات تانية مع الكورس طبعًا بتاعي ده، ولا يبقى قبله ولا بعده ولا اعمل ايه؟ لا طبعا، احنا كده كده كاي بني ادم عايز يعيش حياه صحيه او عايز يحافظ على صحته، مش بس بيخس او ان هو عايز يزيد في الوزن او هو بيحافظ على وزنه، اي بني ادم احنا طريقه اكلنا اصلا بتبقى غلط. يعني حتى لو انا مش عامل دايت، اراهن مثلا اي حد ان هم بياكلوا 3 سيرفينج مثلا من الخضار واثنين يعني 3 حصص مثلا من الخضار في اليوم، احنا لو اكلنا في الغداء يبقى تمام. فعشان كده لازم ان انا اعتمد على مالتي فيتامين. عشان كده احنا عاملين مع بيستا كورس كده، اللي هو انا باخد بيستا وباخد معاه كمان الب مالتي فيت، اللي هو مالتي فيتامين قوي جدا، في اكتر من 13 فيتامين وعنصر ومعدن مهمين قوي عشان كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. اللي هو في بي كومبلكس، المجموعه بتاعه بي كومبلكس اللي هي مهمه جدا عشان الاعصاب بتاعتي وعشان المود وعشان النوم وعشان الحرق كمان بتاعي. في كمان فيتامين اي وفيتامين اي اللي هما مضادات اكسده قويه جدا، فمهمه جدا عشان الخلايا وعشان البشره وعشان الشعر والضوافر. وكمان في فيتامين سي، بالظبط اصلا عشان باخده يا دكتور. في فيتامين سي بنسبه 500، ده حلو جدا يعني. في فيتامين حلوه طبعا، وفي كمان كالسيوم وفوسفورس اللي هم مهمين جدا عشان العظم، وفي بايتين اللي هو اشهر حاجه للشعر وكمان الضوافر. فانا خدت زي كومبو كده اللي هو لاي مشكله بقى، يعني لا هلاقي وش تعبان ولا هلاقي يعني دكتور من اول ما اخد بيستا من اول ما اخده الف مالتي او مع المالتي فيتامين، بالظبط كده. صح كده، مش هيتعارض معايا، بالعكس انا هحس ان انا صحتي احسن كتير، مش هحس بقى الدروب اللي انا بحسه دايما لما الواحد ينزل شويه او مش هنحسه. بصي، طول ما احنا عاملين دايت مظبوط انا مش هحس بالايفكت ده جامد خالص. كويس، وطول ما انا باخد الف مالتي فيت مع الدايت بتاعي مع بيستا، بالعكس هحس ان انا بقى عندي باور اكتر، بقيت مركز اكتر، نومي بقى احسن، مودي بقى احسن، حرقي كمان بقى احسن، لانه في المجموعه بتاعت بي كومبلكس دي ليها دور كبير قوي في حرق النشويات. ما بتبقاش عمرها موجوده كلها في، بالظبط، ما بتبقاش موجوده في برودكت واحد. بالظبط كده، دي حاجة هايلة جدا. بصي أنا طبعا يعني سعيدة لأنه كلمتينا في أول الفقرة عن حاجات بجد فارقة معانا كلنا ومع ناس كتير بتسأل عنها، والأكيد هنعمل مع بعض لازم يعني إن شاء الله حلقة تانية دكتور إيهام، لأنه كلامك لطيف، في عايزين بقى نحكي باستفاضة، بس طبعًا إن شاء الله الوقت يعني نستكمل مع بعض فقرات تانية إن شاء الله. طبعا بشكرك لوجودك معايا بجد النهاردة، نورتيني وشرفتيني، اديتينا كده بريف سريع نبدأ بيه ناس تعرف حاجات معينة، ونبدا بقى نغير شويه من تفكيرنا، وحتى عشان خاطر الولاد
والكورس طب نطلبه ازاي؟ قول لنا بس اخر حاجه. هو موجود في كل الصيدليات يعني بيستا وقلب مالتي فيت، هم مصرحين من وزاره الصحه وموجودين في كل الصيدليات، نقدر ان احنا نطلبه. وكمان في بيج على الفيسبوك يقدروا ان هم يبعتوا اي اسئله او اي استفسارات عليه. حلو جدا، انا بشكرك جدا دكتور ريهام بجد. شكرا. يعني اسمحوا لي مشاهدينا الكرام اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور ريهام العراقي، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله نلتقي مره ثانيه وتنورينا والاسئله جديده تكون من مشاهدينا، لان احنا ما لحقناش نقول كل حاجه. ايوه دي حقيقه. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه لحضراتكم، وطبعا اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم في حلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.